السلام عليكم الحبايب ديالي. الصراحه توحشكم بزاف بزاف، سمحوا لي غبت عليكم، توحش نقرقب معكم الناب ونشوف دو هضره تجي بتخطى. وانا كتعرفوني بعض المرات كنغبر بصراحه ظروف قاهره، ولكن ملي كيكون شي موضوع اللي كيستفزني بزاف كنقول ضروري نهضر، واخا انني نجبد الوقت من السند اولا من الهند. مهم نعبر على رايي حيت ما قدرتش نسكت. فقت جبرت مواقع التواصل الاجتماعي مقلوبة رأسا على عقب، يعني كل شيء كيهضر، مع أن الموضوع جد تافه ولي أثارت الضجة. طبعا فاتي جمالي لهدف ما في نفسها، يعني حيت أنا مثلا لو أن الموضوع صحيح، مع أن كاين اللي كيشك وكيقول يعني غير هي بغات تعمل بوز مثل الحوت كذا كذا إلى آخره، هذا ماشي موضوعنا، ولكن يقدر يكون هذا الاحتمال صحيح، حيت لو كانت انسانه واعيه وكما كنعرفوا كبيره في السن، والسن ديالها يعني ماشي شي وحده مراهقه ولا عاد باديه، زعما كان خصها المكانه ديالها الاجتماعيه تخليها في غنى عن هذه التفاهات. انا كنسميها تفاهات، حيت حتى لو كان الموقف اللي وقع لها بالصح انه يعني حقيقي، وكانت هي كيف ما كتعتبر راسها مشهوره وفي غنى عن الشهره، كانت تمر مرور الكرام وما تستناش مثلا من الناس يهضروا في هذا الموضوع وتعمل يعني الضجه. علاش؟ لنفرض ان شي شخص عادي عمل معها هذا الموقف، كانت يعني صافي مرور الكرام بحق الله، حيت هو شخص مشهور، انا غنستغل الشهره ديالو ونركب على الموجه والنوض ونقول ديك الهضره الكلام النابي اللي اشك ان حكيم يقولو، حتى ملي كان قالو ما كانش هي خصها تعاودو، هي عودته بكل يعني حريه، حيت ما فكرتي في العواقب، ما فكرتي انها بعدا. اولا هو صغير عليها في السن والعربيه قليله، وهو محال تا واش واخا تنوض الضجه كامله، محال تا واش عايفه ما اذا هضرات ولا عيتسوق لهذا الشيء، حيت باينه مع الشهره ديالو كيخيل يسمع في حال هادشي. ولو كان ما عندوش روح رياضيه وما كيسمعش هادشي، ما كانش غيوصل لهادشي اللي وصل. الحق هي لا، كيعجبو هاد المقاليب، كيعجبو هاد التفاهات وهادشي ديال قالوا القيل، معروفين اولا الناس به والناس اللي مربيين في المغرب تاهما معروفين به. وهي قالت ارى حتى انا نكمل، انا هذا هو رايي، حيت ما كنظنش انها قالت هادشي باش زعما طمعه في اعتذار حكيم زياش منه، كتستنى الاعتذار ديالو. ما فهمتي؟ يعني انا في رايي كان على هاد السيده هاد الموضوع هذا ما تطرحوش اساسا، حيت ملي طرحت الموضوع وعمل ضجه اكثر من اللي كيستاهل واصبح حديث القاصي والثاني، يعني علاش؟ شنو زعما تقدر تكون تشهرت، تقدر تكون زادت ان عرفوها الناس اللي ما كيعرفوهاش واش كاينه على وجه الكره الارضيه، ولكن هناك فرق بين الشهرة الإيجابية والشهرة السلبية، وهي الطريقة اللي عاد تشهر بها في هاد السيمانة هادي هي شهرة جد سلبية، حيت عملت راسها في واحد الموقف حرج لا تحسد عليه، كان عليها تحترم المكانة ديالها، حنا كنحترموها كممثلة مغربية، ما كانش خصها تنزل بهذا المستوى وتحترم الجمهور ديالها، تحترم يعني العائلة ديالها والأبناء ديالها ولا الابن ديالها، مهم ما كانش خصها تقول ديك الشيء اللي قالت. واخا يكون وقع امر معروف ان اي شخص في حياته اليوميه كيتعرض في حال هاد المواقف هادي، يعني وكي خليها تمر مرور الكرام، كيعطيها شي واحد الحجم. وهي لو كانت عندها كرامه وشخصيه ديالها قويه، حتى ولا كان فعلا هي عتقول لك لا، وانا لو كان شي شخص عادي طبعا ما كانش عيبقى فيا الحال، قضية الحال حيت انا من المعجبين ديالو كذا وكذا، وانا كنقول لها انكم انتم شخصيا كممثلين يا ما قمعتوا في ناس، يا ما كنتي عندكم قناه وما بغيتوش انكم تحتكوا بمعجبين، وكيف ما انتينا المعجبين ديالك مي ما كتكونش انتينا في الرواقان ديالك وما كتعطيهمش الدخل، حتى هو انتينا بالنسبه ليلو فحال مثلا شي معجب بك انتينا بسيط، شي عامل بسيط وعجب بك وعاملتي بدك معامله، حتى هو انتينا واخا مثلا كتقول انك مشهورة هذا بحق هو ما عرفكش، يعني جيتي واحد الانسانه عاديه كان يمكن في شي
فشي غوستو اللي ما سمحلوش ان يهضر ولا يتصور ولا ما نعرفش شنو قلتي له. دابا هادشي انا كنقول في حاله ما اذا كان الموضوع صحيح، حيت بصراحه داخل لي الشك كنقول ما كنظنش اصلا غير هذه طاحت عليك هذه الفكره. قلتي ارى ما عندي ما يتعمل، ارى نوض بالباله كيف ما كينوضوها بزاف كل واحد بطريقته الخاصه. انت طاحت عليك هذه الخطه الجهنميه وصدقت لك، كنعطيك برافو اذا كنتي فكرتي غير هذه غير خطه فبرافو، حيت السيناريو ديالك جاب النتيجه والبوز والترند الى اخره. بالحق انا غنزول الاحتمال لي انني فيك الظن وغنقول ان هادشي صحيح، ولكن هادشي اذا صحيح ماشي بالضروره انتينا تنشرو للعالم، تقدر تخليه بينك وبين نفسك، وزعما حيت انك ذكيه ومثقفه وكبيره في السن وعندك خبره وبنادم يعني محنك، كان خصك بالحنكه ديالك والخبره ديالك تقول هذاك واحد الشاب صغير في السن تصرف هذا التصرف الطائش، ارى انا نخلي الموضوع يدوز كان شيئا لم يكن ونحسبه واحد موقف خايب من المواقف اللي يقدر يتعرض لاي واحد وصافي، حسي مسي لا من شاف ولا من ديري. الحق لا، انا ضروري خصني نستغل فرصه، راه هاد الفرصه ما عاجينيش مرتين في الحياه، ضروري خصني نقول ونعمل ونفعل ونترك. علاش؟ باش نعمل البوز ونتعرف ونتشهر. فعلا تقولي انا اصلا مشهوره، ولكن دابا نتوما ما كتقنعوش بالشهره على الصعيد الوطني، كتشوفوا سيد مشهور عالميا كتطمحوا للشهره العالميه، ولكن كنقول لك انا بعدا كرأي شخصي اللي خصو الشهره العالميه خصو يتشهر شي شهره ايجابيه اللي تخليه يفتخر براسو ويفتخر به المحيطين به. اما لكان على هاد الشهره هذه السلبيه اللي كنسميها انا شوها، يعني كنظن ما ناقصش انتينا انك تشوه راسك، حيت دابا كتجيني غير شوهتي براسك اكثر من انك طمعة في اعتذار حكيم زياش. وانا هو شخصيا ما عرفتش واش وصلوا الموضوع ولا باقي ما وصلوا ونشوفوا الايام شنو عتورينا، شنو غيكون رد الفعل ديالو، واش غيكذب الخبر ولا غيبرر الخبر او لا او لا او لا، حنا غنشوفوا الايام. ولكن اذا السيد ما هضر ما تكلم فكنظن ان الخبر غيكون مفبرك، غير عقلك قال لك اجي ارى بنادم دابا الشتا وما كاين ما يتعمل، ارى سخنوا الطرح بهاد الاخبار والاشاعات، حيت المشاهير ضروري كيتبعوهم الاشاعات الشائعات والى اخره. ودابا نتسناو شنو غيوقع. متتبعين ديالي الله يهنيكم في هاد الساعه، غنخلي لكم موعد قريب جدا، حيت باقي واحد موضوع اخر مبرزتني وخصني نهضر فيه. كنقول نهضر ما نهضرش من الاول، وانا كنقول نهضر ما نهضرش، هو موضوع التعليم في المغرب، حيت حتى هو مبرزتني وفيه شي ثغرات اللي ما مفهوماش، ما عرفناش مع من، واش مع اولا ضد، شكون ظالم، واش المعلمين ولا الحكومه، بعدا مظلومين الضحايا التلاميذ، هذيك معروفه يعني مفروغ منها، سواء كانوا الحكومه الظالمه اولا المعلمين هما الظالمين، فالتلاميذ هما المظلومين، هما بحال اللي كيقولوا كبش الفداء. ولكن ما بين الحكومه والمعلمين ما نقدرش نقول ان الحكومه ظالمه، وما نقدرش نقول ان المعلمين مظلومين، حيت بزاف ديال الحاجات خصهم توضع فيهم النقط على الحروف، وهادشي اللي غنعمل انا في الفيديو المقبل ان شاء الله. تسناوني غنشرح لكم بالتفصيل الممل شنو وقع بالضبط، وبطبيعة الحال كيبقى مجرد تحليل شخصي.